مرحبا، اسمي أندري سنوبر وأنا مؤسس شركة أندري فيجوالز. أسست شركة أندري فيجوالز قبل 6 سنوات وهي متخصصة بال 3D Mapping, Interactive Installations و Immersive Experiences. مشاريعنا وصلت لعدة دول، وقت دراستي الهندسة المعمارية بألمانيا زرت البرلين فيستيفال أوف لايت، لقيت حلقة الوصل بين التكنولوجيا والهندسة المعمارية وحكيت كيف ممكن أدرس أكثر هذا الموضوع، أفهمه وأطوره. أكثر إشي بحبه بشغلي لما بلاقي الموقع بعتبره لوحة هيك فارغة، متخيل الموقع بطريقة مش ممكن حد يتصورها، وبيكون زي تحدي لرواية القصة بطريقة وهمية بترسخ وبتتحول لتجربة ما بتنتسى. ناخذ مشاريع جديدة لما يكون عندنا مخاوف ومخاطر، فدائما نحاول نطور حالنا ونشتغل بطريقة أقوى وأحسن لنوصل للأند ريزلت اللي بدنا إياه. فنصيحتي لأي حدا إنه هو جرأ، خود المخاطر، يعني ساوي إشي اللي بتحبه واشتغله بشغف لتوصل للنتيجة اللي بدك إياها.